شكرا عبد العزيز البكر وللخبراء في الاستوديو. عشاق كرة القدم، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم في اس اس سي وشاهد في اي بي، وهيا بنا معا لنعيش جولة جديدة من جولات دوري روشن الفريدة. هيا بنا إلى مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة المكرمة. الفارس القادم من نجد وسط حضور جماهيري نصراوي فخم جدا هنا أمام فرسان مكة العالمي بطل الشتاء، وبهذه الصورة إذ يحضرون ومن وقت مبكر جدا المباراة الماضية أمام الفتح، بينما فرسان مكة يدخلون هذا لك جيرسون ليل رودريغيز اللاعب القادم من لوكسمبورغ. خطأ لمصلحة الدون، خطأ من نصيب. من جديد محاولة قائمة وإرسال الكرة، التغطية حضرت لكن قطعت مباشرة لكريستيانو رونالدو. خطأ من نصيبة لعدم الاشتباك، لكن الآن كرة بتوصل على طول وتبعد إلى كونان، بيرسل كرته، تغطية ناجحة من مكي، عادت الكرة لك، تقدم الآن والكرة بتوصل من لعدم الاشتباك، لكن الآن كرة على طول باتجاه غريب، فرصة للتسديد لكنها بتمر إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرحمن غريب وبالتحديد انتظار الدون، الكرة التغطية حضرت في التوقيت المناسب، التحرك الآن للجهة اليسرى لكنها بية نصراوية. هذه الكرة الأولى بالكعب، وكان قبلها كان في فاصل من المهارة، هنا تسديدة الدون لكن ظهور لأوسكار دوارتي. الكرة من كونان عالية عالية سهلة، لاعبين في الدور الأول المباراة الماضية الآن يسدد كرة اصطاد وتصل إلى ركل الزاوية بعد أن نجح الجدار الأحمر. كرة بترسل على طول، محاولة تسديدة، الله يا جيرسون، الله على كرة أنقذها القائم يا نواف، أنقذها القائم يا عقيدي. الأخطر في المباراة بالنسبة لكتيبة الرودي غارسيا، تكسبه الوقت والمساحة والخطورة الدائمة. بسلامة إن شاء الله عبد الرحمن غريب، واقع على أرضية الملعب. كريستيانو لمسة باتجاه غريب باتجاه الدول بيسدد، الله كالقمر لا يغيب مطلقا، اي والله هو كالقمر لا يغيب مطلقا بالاسم والتاريخ والشخصية والتأثير. غريب صانع هدف، الله 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 الله، نصر الدون، نصر الدون، نصر الدون، هكذا وبهذا الصوت. سي مرة أخرى، مرة أخرى، الله 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 الله، الله.